بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتي الحاضرات، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الفايتة كنا خصنا حصة مادة القراءة والكتابة الحرف السين مع المدود، وتعلمنا كيفاش نكتبوه ونقراوه. اليوم غادي نبداو الحصة ديالنا إن شاء الله بتصحيح التمرينين اللي كنت كلفتكم بهم، والآن غادي نشوف الإنجازات ديالكم. نعم، هاد الصفحة هادي مع المدود. نعم، زين، تبارك الله عليكم. صافية، زين، هذا. نعم نعم، جيد. إذا نبداو بالتمرين الأول اللي كيظهر أمامنا على الشاشة، واللي مطلوب منكم فيه هو أنكم تدربوا على كتابة حرف السين مع المدود وكذلك الكلمات. عندنا